أياً كانوا، إن صورة تعادل 1000 كلمة. حسناً، أحياناً لا تكون الكلمات العملة الوحيدة لقياس قيمتها. بعض الصور تكلف ملايين الدولارات، وصورة لبيلي ذا كيد وجدت في متجر التوفير مثال جيد لذلك. أولاً، لمن يتساءلون عن هوية بيلي ذا كيد؟ ولماذا قد يدفع أحد الملايين لقاء صورته؟ كان أسطورة للغرب المتوحش. ولد ويليام هنري ماكارتي، هذا اسمه الحقيقي، في 1859 في نيويورك. عاش ل21 عاماً فقط، ولكن حتى في حياته القصيرة تمكن الشاب أيرلندي الأصل أن يصبح من أشهر المجرمين في عصره. ومن المثير أنه لم يسرق البنوك أو القطارات أو الزوارق، بل كان يسرق الماشية وشارك في معارك إطلاق النار. حتى عندما قبض عليه تمكن من تصميم هروب جريء من السجن، جعله هذا شخصية مثيرة في عيون مشجعي الغرب الأمريكي. صوره نادرة جدا، وهؤلاء المعجبون مستعدون لدفع الملايين مقابلها. عندما أقول نادرة، فأنا أعني أنه تم تأكيد صورة واحدة له رسميا في 2011. سأخبركم أكثر عن ذلك لاحقا، لنركز الآن على الاكتشاف الأحدث. في 2010 ذهب هاون للجامع من فريمونت كاليفورنيا مع زوجته لشراء تحف من متجر خردة في فريزنو كاليفورنيا. بين الغرائب والأثاث القديم وجد صندوقين فيهما صور كانت من الصفيح بمقاس 4×5، صورة على ورقة رقيقة من المعدن. اشترى الرجل الصورة واثنتين أخريين مقابل دولارين. كان في الصورة مجموعة رجال يلعبون الكروكيه. لم تكن لدى الرجل المحظوظ أي فكرة أنها كانت صورة نادرة لبيلي ذا كيد نفسه من 1878، لكن عندما تفحصها أدرك أنه وجد جوهرة حقيقية. لم تكن مجموعة عشوائية من رعاة البقر، بل كان المجرم الأسطوري مع عصابته The Regulators. لكن بالنسبة للصور التاريخية، لا يمكنك الادعاء بأن ما وجدته أصلي ويستحق الملايين. استغرقه سنوات ليتأكد أن الصورة أصلية. كرس أحد منتجي ناشونال جيوغرافيك نفسه لمساعدته في بحثه عن الحقيقة. لإثبات أن الصورة ليست مزيفة، اضطر للسفر إلى نيو مكسيكو، الموقع الذي تراه في الصورة، والعثور على المبنى المهجور في الخلفية. وجد الرصيف الصخري والخشب القديم تحته. عندما جلبت الصورة إلى شركة كاجن المختصة في العملات النادرة للتحقق الرسمي، كانوا متشككين في البداية. ولا غرابة، صور بيلي ذا كيد نادرة جدا، لذلك حاول الكثيرون ممن يعرفون قيمتها جني المال بتزييفها. لكن خبراء الشركة أدركوا أن هذه حقيقية، لأنهم تعرفوا على بيلي وآخرين في الصورة من أفراد العصابة عن طريق برنامج التعرف على الوجه، وكانت سالي تشيزوم منهم. ذكرت بيلي ذا كيد في مذكراتها، وذكرت مرة حفل زفاف بين تشيرلي بودر الجالس على الحصان في الصورة ومانويلا بودري. تم الزفاف في صيف 1878 بعد شهر من مشاركة العصابة في خلاف مقاطعة لينكولن. بمجرد تأكد الخبراء أن الصفيحة أصلية، وصف مالك الشركة الصورة بأنها ربما تكون أكثر القطع التي رأيناها إثارة من غرب أمريكا بسبب أهميتها التاريخية. وصفها المدير التنفيذي لفيلم ناشونال جيوغرافيك الوثائقي بأنها الكأس المقدسة، ليس للغرب المتوحش ولكن لعالم التصوير الفوتوغرافي عموماً، وأندر صورة في العالم. لذلك أعتقد أنه من المنطقي تماماً أن هذه القطعة من متجر الخردة تقدر قيمتها $5 مليون. صورة أخرى مؤكدة رسمياً لبيلي ذا كيد بيعت في مزاد بمبلغ $2.3 مليون في 2011. وصل هواة الجمع وهواة الغرب إلى دنفر استعداداً للقتال لأجلها. كان من المتوقع أن تباع مقابل $400,000، لكن المشتري دفع أكثر من 5 أضعاف ذلك، وأصبح هذا أكبر الرهانات على تذكار من الغرب بيع على الإطلاق. التقطت الصورة خارج صالون في فورت سومنر نيو مكسيكو في 1880. كان بيلي يتموضع مع مسدس كولت 45 على خصره. إن كنت تتوقع قصة مثيرة لكيفية وصول هذه الصورة لدار المزاد، سيخيب ظنك. لم يعثر عليها في متجر خردة بسعر زهيد، بل باعها أحفاد دان ديدريك. حصل على الصورة من شريكه في سرقة الماشية بيلي ذا كيد نفسه.
قام رجل أعمال من فلوريدا بشرائها بدافع حبه للغرب القديم كجزء مهم من التاريخ الأمريكي، وقال إنه سيسمح لبعض المتاحف بعرض الصورة قبل أن يحتفظ بها لمتعته الخاصة. لم يتم بيع الصورة الثالثة لبالي ذا كيد والتي أصبحت مشهورة حول العالم، ولكن إن عرضت للمزاد ستكون قيمتها أكثر من 5 ملايين دولار، ما يجعل هذه الصورة فريدة من نوعها أنها تظهر بالي ذا كيد والضابط بات جيريت الذي أنهى حياة المجرم الشهير. من المفارقات أن بيلي وبات كانا صديقين حميمين وقضيا بعض الوقت معا في نيو مكسيكو. تم تعيين جيريت كضابط بواسطة مقاطعة لينكولن في نوفمبر 1880، وهذا ما حول صداقتهما إلى عداء. عرض جيريت على صديقه السابق صفقة أن يغادر نيو مكسيكو ويأخذ جرائمه إلى مكان آخر ولن يطارده جيريت، وإن بقي فقد وعد بالقبض عليه. اختار بيلي البقاء فقبض عليه صديقه الحميم، ورغم فراره من السجن لكنه عثر عليه لاحقاً في فورت سومر. رؤية الرجلين في الصورة معاً، بيلي هو صاحب تفاحة آدم البارزة وجيريت على أقصى اليمين يرتدي قبعة داكنة، أمر مدهش. المدهش أيضاً حقيقة أن الصورة قد بيعت في سوق للسلع الرخيصة في آشفيل مقابل 10 دولارات في 2011، ووضعها الملك الجديد في منزل بنورث كارولاينا استأجره على اير بي ام بي. ظلت هناك لسنوات كديكور للحائط حتى 2015، عندما شاهد الملك الفيلم الوثائقي عن صورة بيلي ذا كيد وهو يلعب الكروكيه. لاحظ المحامي الذي قام بشراء الصورة السمات المألوفة، تفحصها من جديد واقتنع أنها لبيلي مع 4 من رعاة البقر. بسبب اهتمامه بالتاريخ قرر التحقيق في الأمر للتأكد إن كانت صورة للأسطورة عمرها 137 عاما. طلب المساعدة من أستاذ متقاعد وخبير في هذه الصور، وأكد أن الصورة التقطت بين 1875 و1880 من الإطار والملابس والأسلحة. أكد خبير جنائي درس الصورة ببرنامج للتعرف على الوجه أنها لبيلي ذا كيد وجيريت. التاريخ عليها 2 أغسطس 1880 دليل آخر. قارن خبير في الكتابة اليدوية 10 وثائق كتبها الضابط جيريت وقال إنها مطابقة. يمكنك تخيل حماس الرجل عند اكتشافه أنها كانت أصلية. قال في مقابلة إنه لو علم بقيمتها الحقيقية سابقاً لكان طلب المزيد من المال مقابل الغرفة التي علقها فيها. من الطبيعي أنه أبعد الصورة ووضعها في صندوق ودائع آمن. الخبراء متأكدون أنه لو باعها في المزاد فقد يجني أكثر من 5 ملايين دولار لهذه الجوهرة، لكن الملك المحظوظ يقول إنه لا يريد الخوض في هذا، إنه سعيد فقط لامتلاكه قطعة التاريخ الفريدة هذه. هل تحب التسوق لشراء التحف والأغراض العتيقة؟ أخبرنا في التعليقات أدنى. إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم فامنح الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق. ولكن مهلاً، لا تذهب بعد، لدينا أكثر من 2000 من مقاطع الفيديو الرائعة التي يمكنك مشاهدتها. كل ما عليك فعله اختيار الفيديو الأيمن أو الأيسر والنقر والاستمتاع. ابقى على الجانب المشرق من الحياة.